صدقوني انا متاكد ان انا مش واحد في الزفه، صدقوني انا متاكد ان انا حتى لو كنت توما وخلص المهمه واظهر نفسه للتلاميذ، لكن راح مره تاني مخصوص عشان عارف ان في واحد اسمه توما لسه مش متاكد. هو يجي النهارده لكل واحد. تبقى امينا لنا، لا تنكر نفسك، تضمن العهد لنا. هو حافظ العهد والأمانة، هو حافظ العهد، مش على حسابنا، مش على أساسنا، مش على مستوى تقوانا، لكن هو أمين. Thank you.
عظيم كتبوا ترانيم، وفي ملحنين عظماء لحنوا ترانيم، لكن يظل اعظم لحن هو لحن القيامة، هو اللحن بتاع القيامة. اوعى نكون لسه عايشين عند الصليب، اوعى نكون زي مريم اللي رايحه النهارده ولا تتمتع لسه مش عارفه المهم. اعظم لحن، انت اللحن اللي اغنيه، قايم في دنيا واغانيه، نبض في قلبي وعايش لي، هفضل عمري الجاي احكي. انت منايا وكل رجايا والتسبيح اللي انا هاتفه، شهوة قلبي هو سمايا بهجة عمري، وعمري ده فيه لحن الالحان. ايه هو؟ اسمك يسوع. Thank you.
يجي الشيطان يحاربني، يسوع يقول له ده ابني وانا دفعت فيه ثمنه، وانا لما قمت اديته نصرة. عشان كده الطريقه الوحيده اللي نقاوم بيها ابليس هو ان احنا نوريله الاي دي بتاعتنا، يسوع قام واقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. يا هنانا بالبنوة اطلقتنا ايه؟ اطلقتنا ايه؟ والضعف اصبح والاصغر صار جبار. خلينا نقول التبيبة دي، كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. افرحوا بقى، تعالوا نفرح مع بعض. Thank you.
السفر. صدقوني انا متاكد ان انا حتى لو كنت تونه وخلص المهمه واظهر نفسه للتلاميذ، لكن راح مره تاني مخصوص عشان عارف ان في واحد اسمه توما لسه مش متاكد. هو يجي النهارده لكل واحد. تبقى امينا لنا، لا تنكر نفسك، تضمن العهد لنا. هو حافظ العهد والامانه، هو حافظ العهد، مش على حسابنا، مش على اساسنا، مش على مستوى تقوانا، لكن هو امين.
في مؤلفين كتبوا ترانيم، وفي ملحنين عظماء لحنوا ترانيم، لكن يظل اعظم لحن هو لحن الإيمان، هو اللحن بتاع الإيمان. اوعى نكون لسه عايشين عند الصليب، اوعى نكون زي مريم اللي رايحه النهارده ولا تتمتع لسه مش عارفه المهم. اعظم لحن، انت اللحن اللي اغنيه، هايم في دنيا واغانيه، نبض في قلبي وعايش لي، هفضل عمري الجاي احكي. انت منايا وكل رجايا والتسبيح اللي انا هاتك بيه، شهوة قلبي هو سمايا، بهجة عمري وعمري ده فيه لحن الالحان. ايه هو؟ اسمك يسوع. Yeah.
الشيطان يحاربني، يسوع يقول له ده ابني وانا دفعت فيه ثمن، وانا لما قمت اديته نصر. عشان كده الطريقه الوحيده اللي نقاوم بيها ابليس هو ان احنا نوريله الاي دي، الاي دي بتاعتنا يسوع قام واقامنا معه واجلسنا معه في السماوات. يا هنانا بالبنوه اطلقتنا ايه؟ اطلقتنا ايه؟ والضعف اصبح والاصغر صار جبار. خلينا نقول الترنيمه دي، كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار. افرحوا بقى، تعالوا نفرح مع بعض. حياتنا حقيقي تعلن عن حبنا ليك، حياتنا تعلن عن التزامنا بيك يا رب. احنا
حررك من تكلفة بالحقيقة بالسرور والإحراج. مكتوب يا رب إن القوة التي أقامت يسوع من الأموات هي نفس القوة الساكنة فينا. يا رب نور عيوننا على الكلام ده يا رب، وافتح أذاننا يا رب حتى ما نسمع يا رب ما يقول الكتاب لنا. تعالى يا رب نهضف حياتنا بالروح القدس المفضل. الترنيمة الأخيرة فيها رسالة للكنيسة. يا كنيسة أنت واخدة بالك إنه قام؟ طب لو قام هتعمل إيه؟ يلا بقى نفرح ونعيد ونزور بعض ونأكل ونحتفل. إن كان واحد قد مات لأجل الجميع فالجميع إذا ماتوا ليه؟ وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات من اجلهم وقام. تعالوا نخرج ونقول للناس يسوع حي مش في الارض، هو يخلص، هو جاي عشان ينقذ العالم من المحيط. يا كنيسه اصحي وصحي ما حواليك، يا كنيسه تعالي مع سلام الارض. نختم بالكلمات دي واحنا بنقول يا كنيسه، نكلم بعض.